إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله منها وإياكم. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن من الأمور المقررة الثابتة التي لا مجال فيها للشك والريب أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم إمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين وأفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، صاحب الخلق العظيم واللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، أول من تنشق عنه الأرض يوم البعث والنشور، وأول من يدخل الجنة ويشفع للخلق في يوم الميعاد، وأن طاعته وتقديره واحترامه حياً وميتاً من أعظم الواجبات التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، وأن محبته صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنه ونصرته وفداءه بالنفس والمال والأهل دين يدين به المسلم لله تبارك وتعالى، وأن كراهيته وبغضه وانتقاصه والاستهزاء به وبدينه كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى، توجب العقوبة واللعنة وتهدر دم فاعلها وماله وعرضه، كما بيّن ذلك في محكم تنزيله قائلاً: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم عباد الله، لقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله سيد ولد آدم أجمعين، وأفضل الخليفة خليقة على الإطلاق، واختاره واصطفاه وجمع له بين الخلة والتكليم والنبوة والرسالة، وجعله خاتم الأنبياء وأكثرهم أتباعاً وأعلاهم قدراً ومقاماً، رسولاً للعالمين أجمعين إلى يوم الدين. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. معاشر المسلمين، لقد استقرت محبته صلى الله عليه وآله وسلم في النفوس وأجلته القلوب، وشهد بعدله وصدقه وفضله القريب والبعيد،
والعدو والصديق، ولا يزال أتباعه في ازدياد وذكره خالدا إلى يوم القيامة. أيها الأحبة في الله، ومع مكانته العالية صلى الله عليه وآله وسلم، ومنزلته الرفيعة، وأخلاقه الحميدة، وفضائله العظيمة التي زكاها القرآن الكريم وأثبتها له قبل الناس وشهد بها عقلاء البشر ومثقفوهم حتى من اليهود والنصارى وأهل الكفر والملل الأخرى قبل البعثة وبعدها، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من السخرية والأذى والاعتداء والشتم والتنقص والتهكم منذ بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وإلى هذه الأيام. شأنه شأن إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصر الله تعالى، وصدق الله العظيم حيث قال: يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولا يزال مسلسل الفرى والأكاذيب وتلفيق التهم بجانب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والاستهزاء به مستمرا منذ بدأه الكفار والمشركون أيام البعثة وإلى هذه الأيام. وصفوه صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، ووصفوه بالساحر، ووصفوه بالكهانة والشعر، ولمزوه في عرضه، وغمزوه في أهله ونفسه، ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد يصلي، وأدموا عقبه الشريف، وشجوا وجهه الكريم، وكسروا رباعيته، وأغروا به السفهاء والنساء يسبونه ويؤذونه وينالون من عرضه وحقوقه، وهموا بما لم ينالوا من قتله والتنكيل به مرات ومرات. ولكن الله عز وجل قد كتب على نفسه حماية نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عنه وحفظه ونصرته وخذلان من تعرض له وإهلاكه وخسرانه في الدنيا والآخرة. وهذا كتاب الله تبارك وتعالى شاهد في آيات كثيرة تتلى إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. وقال جل شأنه: إن شانئك هو الأبتر. وهذه وعود ثابتة صادقة من الله تبارك وتعالى لرسوله وخليله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه إياهم بما شاء من الأنواع من أنواع العقوبة. ومن أصدق من الله عهدا وقيلا ونصرة ومقدرة. أيها الأحبة في الله، وهذا هو التاريخ بعبره وأحداثه، وهو شاهد لا يكذب، فإنه ما تظاهر أحد بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستهزاء به وبما جاء به إلا أهلكه الله تبارك وتعالى وأذله وخذله وأماته شر ميتة وبتر نصله وقطعه. أين أبو لهب وأين أبو جهل والوليد بن مغيرة والعاص ابن وائل وصناديد الكفر والشرك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستهزأوا به وناصبوه العداء؟ وأين اليهود والنصارى والمنافقون الذين حاربوه صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوه وطعنوا في عرضه وأهله واستهزأوا به وبأصحابه ودينه؟ بل أين الأكاسرة والقياصرة وأعداؤه صلى الله عليه وآله وسلم على مر العصور؟ هل بقي لهم نسل وعقب وذكر؟ كلا والله،
لقد هلكوا جميعا وقتلوا شر قتلة وقطع الله نسلهم وطمرتهم الأرض ولاحقتهم اللعنة وباءوا بثقل التبعات في الدنيا والآخرة وبقي ذكره صلى الله عليه وآله وسلم على من شامخا وعقبه متتابعا مذكورا وسيرته منبعا فرا للمسلمين إلى يوم الدين. وها هو كسرى يمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسخر منه ومن رسوله فيدعو عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يمزق الله ملكه فيمزق ويقتل على يد ولده أقرب الناس إليه. وعند البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاد نصرانيا ارتد فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفدته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفدته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفدته الأرض فعلموا أنه ليس من فعل البشر فألقوه. لا ينتهي معاشر المسلمين هذا مسلسل من العداء والحقد والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والمسلمين بين الفينة والأخرى عبر التاريخ عبر وسائل إعلامهم المختلفة على مرء العالم وبصره الذي يدعي العدالة وينادي بالحقوق واحترام الأديان والشعوب والحريات. والتي كان من آخرها هذه الحملة النصرانية السافرة التي يقودها رئيس فرنسا هذا الخنزير اللعين الذي تطاول على جانب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ودينه الحنيف بطريقة همجية قبيحة تؤجج الفتن وتزرع الكراهية وتنمي الأحقاد وتذكي العداوة. ومع استنكار المسلمين جميعا في العالم بأسره لهذه الهجمة الصليبية على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومطالبتهم بمعاقبة أهلها والاعتذار لها إلا أن عباد الصليب والطاغوت يصرون على حقدهم ويقولون هذه حرية القول ويرفضون حتى الاعتذار عن فعلتهم بحجة حرية الإعلام والتعبير عن الرأي. قاتلهم الله أن يؤفكون وشتت شملهم وأدال دولتهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يا أسفا على المسلمين وأوضاعهم أكثر من مليار مسلم لكنهم غثاء كغثاء السيل تكالبت عليهم الأمم الكافرة وانتزعت من صدور عدوهم المهابة منهم فديست كرامتهم وضيعت حقوقهم وصلبت مقدساتهم وأريقت دماؤهم واحتلت أراضيهم كفلسطين وبيت المقدس في زمن حفظت فيه حقوق البهائم وصينت دماء المعتدين وأموالهم. معاشر المسلمين إنه ليس لدى المسلمين أعظم من ربهم ونبيهم ودينهم وأن حبه والدفاع عنه صلى الله عليه وآله وسلم لمن أعظم ما يفاخر به المسلمون ويتسابقون إليه. وإن الواجب على كل مسلم صادق في إسلامه وإيمانه
أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما لديه من أهل وولد ومال، بل حتى بنفسه التي بين جنبيه، وأن يدافع عنه صلى الله عليه وآله وسلم بكل وسيلة ممكنة، وأن يرد على هؤلاء المعتدين وعلى رأسهم الفرنسي ماكرون على إرض أزكى البشرية، وينتصر له، وعلى الأقل أن نقاطع منتجاتهم وتعاملاتهم، فإن هذا من أقل الواجبات على المسلمين والحقوق التي للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته. وإذا عجز المسلمون أن ينطقوا بالحق ويدافعوا عن نبيهم وقدوتهم بالحق ويعزوه ويعزروه وينصروه ويذودوا عن عرضه، فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، وأف على الحياة ولذتها إذا أهين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وفي الأرض مسلم صامت جبال. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه قريب مجيب الدعوات.